تسجيلات حرز الله هي الأفضل. يا سامر يا حنان يا محمد وهل وضيوف الموجودة مع أبو ربيع يا عيسوي اسمعوا هالغنية بدهم إياها الشباب عراسي اسمع شو بتقول الأغنية ذم الناس عادي مش محمودة وتمدحهاش إلا تجربها ذم الناس عادي مش محمودة تمدحهاش إلا تجربها ذم الناس عادي مش محمودة تمدحهاش إلا تجربها عندك ناس موقعها ما بتهلي خفيف الظل مثل جناح النحلة عندك ناس إذا بتشوف النملة بتمركهاش إلا ذات حلي دم الناس عادي مش محمودي بتمدحهاش إلا تجربها دم الناس عادي مش محمودي بتمدحهاش إلا تجربها العمر عطيبي متفاني كلمة تسوق عبسانك ولساني عيب كثير نرفضها ونكتب دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها وعب الناس ما بتقدر ترضيهم لو عشرات صبيعك تضويهم عندك ناس اسمي عندك ناس العجب ما بعجبنا دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها عندك ناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها الإنسان لا تقيسه بأقواله صدق الكل يا حج أفعاله خلوا الناس كل واحد بحاله أن حاسبهاش الله بحاسبها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها عندك ناس موقعها ما بتخلي خفيف كتير مثل جناح النحلة عندك ناس لو بتشوف النملة لا تتحلبها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها أستاذ الحصة بحبحها بالميزان كفاتك رجحها في طلاب لازم تنجحها وبعض الطلاب واجب ترسمها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها سعدي محمود ياسر درويش سامر الهندي محمد سمير أحلى شاب أحلى شباب والشيطان على الفتن مدربها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها عندك ناس بتترجم شو بتسمع برويهاش اطفي وضوي وارفع عندك ناس بتعرف ليش بتدفع وعندك ناس بتدفع تتخرب دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش إلا تجربها صرنا بزمن الفيسبوكية أغلب صفحاته آية قرآنية بكتب عالفيس يما ارضى علي جوات الدار بنهرها وبضرب دم الناس عادي مش محمودي بعض الناس تمدحهاش إلا تجربها دم الناس عادي مش محمودي تمدحهاش
الحنية وبعض الناس والله مشكلجية أسوأ ناس الناس المصلحجية إيد الطوز لازم تنسبب من ناس عادي مش محمودي من دعاش إلا تشرب من ناس عادي مش محمودي عندك ناس طبع العف فيهم خبز وزيت أو كماجي بتكريهم عندك ناس الخزن بتعطيهم كلمة شكران إنسان وشاطيهم لما الناس عادي مش محمودي تندحك إلا لجربها لما الناس عادي مش محمودي ذكروك هدك فير النبرة هاي سينا هاي حافظ الأغنية كلها انت ذكروك هدك فير النبرة عاشر مين عنده حكمة وخبرة بعض الناس بتعمل جخة وكاميرا وشو ما تكون مش ممكن تعجب لما الناس عادي مش محمود شكرا لك تسمعوا لما تجنبها لما الناس عادي مش محمود سامع عادي مش محمودي تنحك إذا نتربها لفي ناس عادي مش محمودي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذا نتربها نتقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لحرب التهامية والتبريكات للعريس الغالي محمد إبراهيم درويش ألف مبروك الله بحيهم إحنا خسرانين لبعض لأنه أولاد بلد واحدة أولاد وطن واحد أولاد حارة واحدة جاري ديراج إحنا جيراننا وبروية من هني طبعاً بهاي المناسبة كمان مرة بقول اليوم خطوبة بمناسبة خطوبة ربيع ابن مصطفى الخطيب أبو ربيع إن شاء الله تمام على خير يا رب ونشوفكم في ديارنا تسلموا الأفراح يا عمي 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 دور على صاحبك اليوم الاصحاب قلال حب الصديق الوفي قدس كراماته فيهم صديقك اذا عندك ذهب او مال اصحاب الوفا يا زمن بيغى الزمن ماتوا ما حدا بيضل على ظهر الخيول خيال يفرش على ساحات المجد ساحاته شو بدك لازم حرب يعني انا شاعر مثل ما كان جدي مثل خالي بحب الربع جدي تعالوا نسوي نسيب عدي ولو اي لابو السعد عدي ولو اي عدي يعني عدي ولو اي حبايبي هاي هلا بالمخيم انا شاعر مثل ما كان جدي مثل خالي بحب الربع جدي وعدد حب الربع بأرض جدي أنا معبي بجياب الليل عتاب تفضل يا حنان